حياك الله أخي العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حقيقة الأمر داعش بعد أن دحر بشكل واضح في عملية كاملة شاملة، نلاحظ أن أي عمليات عسكرية لداعش تتقارب أو تتزامن مع تصعيدات معينة سياسية في الشأن العراقي، خلافات بين القوى الحاكمة، خلافات بين القوى المتنفذة الخارجية في الداخل، نلاحظ تصعيد معين لهكذا عمليات. إذن كمتابع علمي استراتيجي يرى أن لهذه التحركات علاقة في هذا التصعيد ذاته، وعليه نعتقد أن هذا الذي حصل في استهداف هذه المجاميع هو إلى حد معين أمر فيه نوع من التدبير لتصعيد الموقف القائم بين من جهة أمريكا وبين الفصائل المسلحة من جهة أخرى، بغض النظر عن كان فعلا قام به داعش أو غير داعش. دكتور قحطان، إذا نتحدث هنا عن انعكاس مقتل عناصر من التحالف الدولي على وجود التحالف الدولي لمكافحة هذا التنظيم، يعني هل سنشهد ربما تعزيز لقوات التحالف الدولي لمحاربة خلايا داعش؟ هذه إحدى تداعيات الأكيدة أن هناك ضرورة لوجود هكذا تحالف دولي وتعزيز لوجوده في المنطقة، وكان الدليل على هو تصاعد العمليات العسكرية لهذا التنظيم. وبالمقابل أحيانا حتى الجهات الأخرى التي هي على خلاف مع الترتيب الأمريكي الحالية في المنطقة، ونعني هنا الفصائل المسلحة الولائية في العراق، قد تأخذ أيضا من هذا دليل أو حجة على استمراريتها بأنها هي التي يمكن لها أن تقوم بهذه المهمة وغير لا يمكن له أن تكون ذلك، فقد يستفيد الطرفان. ولكن أعتقد أن التحالف الدولي سوف يستفيد كثيرا من هذه العملية. طيب، يعني هذه العمليات العسكرية التي تطلقها القوات الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب بمساندة التحالف الدولي هي مستمرة منذ إعلان النصر على تنظيم داعش في عام 2017 في الموصل. طيب، هذه العمليات هل فعلا هي حقيقة حدت من نشاط خلايا داعش؟ المشكلة الكبيرة أن وكأنهم لا يعلمون الجهات الرسمية أن المشكلة ليست فقط بخلايا داعش وقوة عسكرية لهذه المجموعة داعش، بقدر ما هي الخلل الكامن في العملية السياسية وعمليات الإقصاء وعمليات التهميش وعمليات التغيير الديموغرافي أو حتى العقائدي الإثني في مناطق معينة. فداعش على سبيل المثال الذي ينتمي إلى جهة معينة من الترتيبة الدينية، نرى أن عندما دحر لم تنهى حالات الاستبعاد وحالات الإقصاء وحالات التهميش التي كان يعاني منها مناطق المتضررة من داعش كالموصل وسواها، بل زادت هناك بعض الدلالات على الانحيازية لجهة على حساب جهة أخرى. إذن المشكلة أن ديمومة داعش العقائدية هي سببها الخلل القائم في العملية السياسية والتوجهات القائمين بالعملية السياسية من حيث التكوين ومن حيث إدارة البلد. إذن أعتقد أن هذه المجامع السياسية المتنفذة بالعراق هي التي تمنح داعش دلالات أو أسباب وجوده أكثر من داعش ذاته الذي يدعي بطلان ما يدعيه بالتأكيد، ولكن حالة الخلل القائمة. لذلك نعتقد أن داعش يستفيد من هذه الحالة ليظهر عمل العسكري كاعتبار رد على الإقصاءات المذهبية العقائدية. أشكرك جزيل الشكر من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك.